التلفازه اللي غايبه ماشي الفنان، يعني ما عمر تقول للفنان راك انت غايب، التلفازه اللي غايبه. اذا انت تلفازه، انت اعلام، انت مهرجان، انت جماعه، انت من تغيب ناسك. لكن نحن كفنانين جيتي للريبرتوار ولا الهيستوريك ديال محمد عزام، تلقيني كل سنه كنت اشتغل شيئا جميلا تنقدمه للتلفزيون او مسرح او سينما او او او. فتره غيابي ربما لانني سافرت الى الولايات المتحده الامريكيه ولم يكن هناك غياب. انا قدمت سهرات كثيره في واشنطن، في لوس انجلوس، وكسبنا جمهور اخر عربي، ورحت للخليج كذلك، وبقى دائما محمد عزام المغربي الذي يفتخر ببلده ووطنه. وقدمت اعمال الحمد لله كثيره، لكن في المغرب انت تعلمين ويعلم الجميع على انك ملي كتجي للمغرب كاين واحد، انت المغربي دوي صالح شويه، كاين دي لوبي، كاين الناس اللي مثلا تيبغي يغيبوك. دونك ليس منا نحن، عندما تسالين عن الغياب اسالي عن من وراء هذا الغياب. وجهي اللوم لكل شيء، ماشي المخرجين، المخرجين راه تيعزل داك الشيء اللي باغي هو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.